تنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان. أحلام، يعني لو تزودين بتفاصيل زيارة محمود عباس إلى مخيم جنين، كذلك ما الذي سيتم خلال هذه الزيارة؟ نعم أريج، هذه الزيارة تعتبر زيارة استثنائية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أنها الزيارة الأولى من نوعها لمدينة فلسطينية بهذا الشكل. منذ نحو عام 2005 تقريبا لم يزر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مدينة جنين، وأيضا لربما هي الزيارة الأولى كهذه، حيث اعتدنا عليه في الزيارات السنوية لمدينة بيت لحم، وكانت تأتي في إطار زيارات عيد الميلاد المجيد. ولكن هذه الزيارة اليوم التي تقل فيها طائرة أردنية تابعة للجيش الأردني من مقر المقاطعة في مدينة رام الله إلى مخيم جنين، ويرافق في هذه الزيارة كل من الرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة فرج. وبالتالي هذه الزيارة التي يأتي في عنوانها العريض هي اطلاع الرئيس الفلسطيني على سير أعمال إعادة إعمار مخيم جنين والاطلاع على أحوال المواطنين الفلسطينيين. إذن هذه الزيارة تأتي في أعقاب العملية العسكرية التي أجراها الجيش الفلسطيني قبل ما يزيد عن أسبوع. قليلا قبل استكمال تفاصيل الزيارة معك، نرى هذه الصور المباشرة لوصول الرئيس محمود عباس إلى جنين، كما نرى في الصور وجود أمني مكثف لاستقبال الرئيس محمود عباس لمدينة جنين. نرى الصور المباشرة، هناك الرئيس محمود عباس يضع أكاليل من الزهور ربما لتخليد الشهداء الذين راحوا ضحية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة جنين. نعم، نعود إليك أحلام. نعم، هذه الزيارة وفي هذه الأثناء وكما كان مخطط لها، سوف في هذه الأثناء يضع أكاليل الورود في مقبرة الشهداء في مخيم جنين، وبالتالي بعد هذه الزيارة للمقبرة سوف يتوجه إلى مخيم جنين من أجل الاطلاع على أحوال الناس والمواطنين في المخيم، وبالتالي أيضا الاطلاع على سير أعمال إعادة إعمار مخيم جنين. تحديدا هذه الزيارة التي تأتي في أعقاب العملية العسكرية التي أجراها الجيش الإسرائيلي قبل ما يزيد عن أسبوع، وأدت إلى مقتل 12 فلسطينيا بالإضافة إلى ما يزيد عن 130 مصابا، هذا فيما يتعلق بالخسائر الإنسانية والبشرية. أما في الخسائر الاقتصادية الفادحة نتيجة لعمليات التجريف التي أجرتها قوات الجيش الإسرائيلي في المخيم، وأدت إلى تدمير البنية التحتية من شبكات للمياه والكهرباء وتدمير للبيوت كذلك، وتقدر هذه الخسائر الاقتصادية بقرابة 40 مليون دولار. هذه الزيارة في العنوان العريض لها هو الاطلاع على أحوال الناس والاطلاع على سير أعمال إعمار مخيم جنين، ولكن هناك مراقبون يعتقدون بأن هذه الزيارة أيضا لها دلالات ورسائل غير معلنة تود السلطة الفلسطينية في رام الله أن ترسلها، إن كان للشارع الفلسطيني للشعب الفلسطيني أو إن كان أيضا للحركات والفصائل الفلسطينية
الفلسطينية في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. وهنا أيضا نرى على أن في من داخل المخيم أيضا هناك رسالة موجهة من خلال رفع جميع كافة الأعلام الخاصة بالفصائل الفلسطينية عند مدخل مخيم جنين في رسالة بأن يرغبون في وحدة الساحة الفلسطينية. أحلام عثمان مراسلة القدس كنت معنا، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.